لا، وانت بتتكلم عن العالم الافتراضي، انا طبعا جه في بالي دلوقتي الجيمرز او الناس اللي بتلعب الالعاب، هو ده اللي شاغل يمكن الجيل الجديد. هم في الحقيقه مش مهتمين قوي بالسوشيال ميديا، يمكن ابلكيشن معين هم اللي مهتمين بيه، بس مش يعني مهتمين بالسوشيال ميديا قد الجيمز بالذات الولاد يعني. وبيدخلوا بينخرطوا قوي في العالم الافتراضي بتاعها، حتى اللي عندهم الفي ار حقيقي النضاره دي وبيدخلوا جواها. هو يعني ناس تعمل فلوس منها، وفي ناس عندها سرعة اسمها ايه الفلكسبيليتي بتاعتهم، معرفش يعني هم عندهم سرعة بديهة في حاجات كتير، لكن في نفس الوقت هم ما بيتحركوش، فده بيدخلهم في مشاكل كتير قوي. مهم قد ايه من للاهالي ان هم يعني معرفش يحجموا ده ازاي، بصراحة صعبة قوي، بس يقللوا لو شايفين ابنهم انخرط خلاص في الحتة دي، او اولادهم انخرطوا خلاص في الحتة دي، ارجعوا ازاي يعني، اعدلوا السلوك ده ازاي. طيب لو احنا اتكلمنا لحد الطفولة المتأخرة قبل ادوات المراهقة، الموضوع اسهل عشان خاطر قبل المراهقة ظهور اضطرابات القلق التي قد تحدث ممكن تكون قليلة شوية. يعني مثلا ممكن عايز اقول لك بكل بساطه، قد يصاب ابني باضطراب ثنائي القطب او الشخصيه الحديه. ثنائي القطب ان هو يا اما يكون تقلبات مزاجيه رهيبه، يا اما يكون مبسوط سعيد قوي جدا يا زعلان قوي، عشان هو مدمن الشيء ده، او اضطراب الشخصيه الحديه. هو ودي بتحصل للشخصيات الخجوله، اللي هو ايه، هو خايف من بابا او ماما يسيبوه، فيبدا يقرب منهم قوي. بعد كده ممكن يوصل لاضطرابات قلق، بعد كده ممكن يجي له فوبيا، الفوبيا بتزيد مع اكتر من حاجه. ده في بدايه دخول المراهقه، البنات عرضه لاضطراب تشوه الجسم عشان خاطر هي بدأ في عالم افتراضي. لو هي شخصيه خجوله بتبدا تشعر ان امانها اللي بيسميه هايبو كامس، ده مهم جدا، ماده في المخ، امانها في ده. لو شلتي ده زي الادمان بالظبط، تبدا تحس ان هي وحشه، فتبدا تاكل كتير جدا او ما تاكلش اصلا، فيجي لها نحافه شديده او سمنه مفرطه، فيبدا هي مش متقبله اصلا المجتمع، فانت طلعت حد مريض. طيب الطفوله لا، انت ممكن بقى نقص تركيز، تشتت انتباه. على فكره هو بيكون فوكس جدا على الالعاب، بس هو مشتت او على الشاشه، هو مشتت لاي مدى خارج هذه الشاشه. فده ده فيك، ده مش حقيقي. فاحنا في الحاله دي بنبدا، وهو قبل لحد الطفوله المتاخره بنبدا نحط له بدايل، بنزود له برينجم، حاجات المالتي تاسك، بنبدا نديله العاب كتيره جدا، بنبدا نشغل وقته بشكل كبير جدا عشان نبدا نسحبه. انا ضد فكره المنع، عشان المنع هيسيب اثر سلوكي قوي جدا. فاحنا بنحطه في رياضه، بنحطه في حاجات ليها علاقه بالحاجات الحسابيه، تبدا تشغل دماغه شويه، او الحاجات البرينجم، ممكن احط ده نوع من انواع المكافاه، بس لازم احط له جدول، لازم احط له جدول يبدا يمشي عليه، ما هو برضه قاعد فاضي. لو دخلنا في المراهقه لازم اشخص، لازم اعرف ايه يعني، لو في حاجه حصلت طارئه لازم اشخص الاول حاجه الطارئه. بنتي او ابني لو جالهم هلع ليلي مستمر او كوابيس مستمره، تبول لا ارادي، سوء في التحصيل الدراسي، بدا يجي لهم صعوبات في التعلم سواء كانت في الكتابه او في القرايه، بدا يجي لي شكوى من المدرسه ان هم اكثر عدوانيه، لازم اخد بالي. لا كده في اكشن، كده احنا داخلين يا اما بقينا في اضطراب، يعني في ناس كتير جدا بيجي لها اضطراب اكتئابي، هو مش اكتئاب بس هي لما تنسحب من هذا الشيء هي بتبدا تحس باكتئاب واحباط، اعراض انسحاب يعني بالظبط، مع الاستمراريه تبقى اكتئاب. فلازم اشخص الاول، طب ما عندوش حاجه ببدا خلاص، عشان حتى لو وصل المراهقه ودي مرحله فيها خطوره جامده جدا وحصل له مشكله وانت سحبت تماما وقللت من غير ما تعالج، وده اللي بيحصل كتير جدا، فبتكتشف في مرحله الجامعيه لان ابني عنده مشكله،